السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة أنا ناوي أكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا ممولة بالكامل وفي جامعة من أفضل الجامعات. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي حابب أنوه على إن ده الويب سايت الخاص بينا لعرض المنح الدراسية، هتلاقوا عليه منح دراسية كتير جدا، تمام؟ فياريت تتصفحوها وإن شاء الله تلاقوا المنح المناسبة ليكم. وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس ده عشان يوصلكم أحدث الفرص وقت نزولها، تمام؟ طيب خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل المنحة بتاعت النهاردة. هي دي المنحة، هي منحة جامعة الملك سعود في السعودية، تمام؟ خلينا نشوف التفاصيل الخاصة بيها وإيه التمويل بتاعها، تمام؟ طيب الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي المملكة العربية السعودية، تمام؟ بالنسبة للجهة المانحة هي جامعة الملك سعود، تمام؟ ودي جامعة طبعا حكومية وجامعة من أفضل الجامعات الموجودة في السعودية وليها ترتيب كويس وفي طلاب أجانب كتير وطلاب من دول مختلفة بيدرسوا فيها. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على الفرصة بكل سهولة، تمام كده؟ طيب المرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس فقط، يعني الناس اللي مخلصة ثانوية عامة أو في آخر سنة من الثانوية العامة وعايز تدرس مرحلة البكالوريوس أو الليسانس متاح الدراسة في هذه المنحة، تمام؟ لو شخص مثلا درس بكالوريوس وعايز يعيد البكالوريوس مرة تانية مفيش مشكلة، تمام كده؟ ولكن مرحلة الماجستير والدكتوراه غير متاحة في المنحة دي. طيب بالنسبة بقى للتمويل، التمويل في المنحة دي تمويل صراحة ممتاز جدا. أول حاجة الرعاية الصحية له ولأفراد أسرته في حالة استقدامهم للإقامة معه، يعني أنت حضرتك لو الأسرة بتاعتك هتيجي معاك ممكن كمان تحضر أسرتك معاك، في حالة الأسرة جيت معاك هيكون في تأمين صحي ليك ولأسرتك في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، تمام؟ كمان هيكون في صرف مكافأة شهرية بدل تجهيز عند قدومه، يعني هيكون في مكافأة أول ما توصل لمدة شهرين، المكافأة دي هتاخدها عند بداية أصولك. كمان هيكون في صرف مكافأة 3 شهور بدل التخرج لشحن الكتب، كمان لمصاريف الكتب وما إلى ذلك هيكون في مكافآت على كده، تمام؟ يعني هيدفع لك بدل للكتب الدراسية. كمان هيكون في إعفاء من الرسوم الدراسية، أنت مش هتدفع أي تكاليف خالص للدراسة، كل الدراسة هتكون على حساب المنحة بالمجان، تمام؟ كمان هيكون في تأمين المؤسسة التعليمية، هتأمن لك المؤسسة التعليمية وجبات غذاء ليك، تمام؟ كمان وجبات الطعام هتكون ليك متوفرة داخل السكن الجامعي. كمان السكن الجامعي مشمول والرعاية العلمية والاجتماعية والثقافية والتدريبية المناسبة، تمام؟ هيكون السكن موجود وهيكون في أنشطة كتيرة جدا، أنشطة اجتماعية وعلمية. ده من ضمن المميزات. كمان المنحة دي هتوفر لك تذكرة طيران مجانية في حالة القبول من المنحة. لما حضرتك تتقبل في المنحة هتكون تذكرة الطيران على حسابك على حساب المنحة من بلدك إلى السعودية، وبرضو لما تخلص دراسة تذكرة الطيران عليهم. وكمان من ضمن المميزات الجميلة جدا إن نهاية كل سنة دراسية ممكن تاخد تذكرة طيران للعودة لبلدك، لو أنت حابب ترجع لبلدك مثلا، يعني إذا كانت أسرتك هناك أو حابب إنك تنزل لبلدك في الأجازة فده متاح، هيكون فيه تذكرة طيران سنوية، تمام؟ طيب شروط التقديم في المنحة دي ايه؟ عندنا شرطين مهمين جدا. اول حاجة الا تقل سن المتقدم او المتقدمة عن 17 سنة، سنك ما يقلش عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة، تمام؟ يبقى لازم الالتزام بشروط العمر اللي هما بين 17 لحد 25 سنة فقط. كمان الشرط الثاني ان يكون مع المتقدمة محرم اذا تم قبولها في المنحة، يجب ان يتوفر معها شخص محرم سواء مثلا ابوها عمها خالها، المهم شخص من احد اقاربها يكون محرم ويتوفر معها ويكون يعني مقيم معاها هناك، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات كتير جدا جدا. أول حاجة التخصصات الهندسية، هتلاقي يعني معظم تخصصات الهندسة متاح، هندسة البترول الغاز الطبيعي، الهندسة الميكانيكية، هندسة المساحة، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، كل ده متاح. عندنا كمان تخصصات علوم الحاسب، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات، عندنا العمارة والتخطيط متاح، كلية العلوم متاحة، الأقسام الرياضيات، الكيمياء، الجيولوجيا، علم الحيوان، بحوث العمليات، كل ده متاح. علوم الأغذية والزراعة برضو، الإنتاج الحيواني وما إلى ذلك، كل التخصصات دي متاحة. كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والتسويق والحاجات دي متاحة. طبعا كلية الآداب أيضا متاحة، اللغة العربية، الإعلام، التاريخ. عندنا كلية التربية، الدراسات الإسلامية، الدراسات القرآنية برضو متاح. كلية الحوم متاحة، كلية اللغات والترجمة، السياحة والآثار،
كليه العلوم علوم الرياضه والنشاط البدني برضو متاحه. تمام، عندنا كليات كتيره جدا علميه وادبيه متاحه في المنحه دي. طيب حضرتك الاوراق المطلوبه منك عشان تقدم في المنحه دي ايه؟ اول حاجه في ابلكيشن منحه لازم تملاه بشكل كويس، تملى كل سيكشن مطلوب فيه. تمام، تاني حاجه صوره جواز السفر او بطاقه الهويه بتاعتك، يعني ايه؟ يا تحط صورة الباسبور بتاعك او تحط البطاقة الشخصية بتاعتك او بطاقة الهوية عوضا عنها اذا ما يعني جواز السفر ما كانش موجود. تمام، كمان مطلوب صورة شهادة الميلاد بتاعتك تحطها. طبعا يعني شهادة الميلاد هم في الموقع كاتبين ان هي مش مطلوبة بشكل الزامي، يعني لو واحد شهادة الميلاد متوفرة معاه حاليا في الوقت الحالي هو بيقدم ممكن يرفقها، مش متوفرة معاه خلاص مش شرط الزامي. وطبعا انت حضرتك بترفق الاوراق دي باللغة العربية مفيش مشكلة، لان السعودية هي دولة عربية وبيفهموا عادي الوثائق المكتوبة باللغة العربية. تمام، كمان جهز خطاب نية، كمان شهادة اخر مؤهل دراسي حصلت عليه، اللي هو مثلا انت خلصت الثانوية عامة يبقى ترفق شهادة الثانوية العامة، لو انت في اخر سنة من الثانوية العامة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. تمام، كمان مطلوب حاجة اسمها شهادة حسن سير وسلوك ان وجدت. الشهادة دي يا جماعة مش الزامية، الشهادة دي لو انت اتقبلت في المنحة ممكن توفرها، ولكن عند التقديم مش محتاجينها، هما بس حاطينها للناس اللي معاها. شهادة حسن سير وسلوك دي بتثبت انك شخص كويس في بلدك، انك شخص ما ارتكبتش اي جرائم، ودي بتجيبها من اي قسم شرطة او اي مجمع قانوني موجود في بلدك. تمام، وطبعا مش مطلوبة بشكل الزامي، يعني ممكن تقدم عادي بدونها مفيش اي مشكلة ومش هتأثر على قبولك خالص. تمام كده، طيب بس اهم حاجة بقى الاشياء اللي انت توفرها، صورة جواز السفر، شهادة التخرج، الحاجات دي توفرها، دي المهم. هنا عندنا ملاحظة ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية عند التقديم بيها، المنحة دي مش طالبة منك للغة انجليزية ولا حاجة، انت بس كل اللي عليك توفر الحاجات الرئيسية المطلوبة وتملأ الابليكيشن. تمام كده، كمان بالنسبة لاخر موعد للتقديم، اخر موعد للتقديم هو 31 يناير 2021، ده اخر ميعاد عشان تقدم في المنحة دي، فطبعا مش باقي عليها وقت طويل، فحاول انك تجهز كل ورقك وترتب كل شيء من دلوقتي للتقديم في المنحة. كمان هنا في ملاحظة، ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. في خدمة تانية خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لاي منحة بنفسك، والخدمة الثالثة خدمة التقديم على الكورسات اونلاين عشان تزود من فرص قبولك في المنح والفرص. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارات كل الخدمات موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان اسفل المقالة دي هتلاقي هنا رأي عملائنا او الناس اللي قدمت من خلالنا موجود هنا، وهتلاقي كمان استمارات الخدمات اللي احنا بنقدمها، كمان هتلاقي احدث المنح هنا، وممكن كمان انك تشترك معانا على الويب سايت من هنا ويوصلك يوميا كل المنح اللي احنا بنحطها. تمام كده، طيب كده شرحنا المنحة والفرصة، دلوقتي خلينا نشوف بقى ازاي يعني الابلكيشن او ازاي الاعلان الرسمي. خلينا نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل. ده الاعلان الرسمي، تيجي تضغط عليه عشان يفتح معك، هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها موجودة بالظبط في الموقع الرسمي للجامعة. ده الموقع الرسمي للجامعة، جامعة الملك سعود. تمام، هتلاقي الشروط، هتلاقي المميزات اللي بتقدمها الجامعة. تمام، هتلاقي التخصصات متاحة هنا، فكل حاجة هتلاقي موجودة داخل الموقع الرسمي. طيب خلينا دلوقتي نروح لابلكيشن التقديم، هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم وتشوف ازاي تملى الابلكيشن. تمام كده، الابلكيشن مش معقد ولكن اهم حاجة تملاه بحذر وتملى كل شيء مطلوب فيه بشكل ممتاز. تمام، عشان ما تغلطش في حاجة ويأثر على قبولك في المنحة. تمام كده، طيب الابلكيشن هيفتح معانا، ولازم انت لما بتيجي تقدم لأي منحة كمستخدم جديد لازم انك تعمل اكونت الاول على موقع المنحة دي. تمام، يعني لازم انك تنشئ بروفايل الاول، فهنشوف دلوقتي ازاي ممكن نعمل اكونت على موقع المنحة وننشئه. طيب دلوقتي فتح معانا الابليكيشن الخاص بالمنحة. تمام، اول حاجة هنا انت عندك لو انت عملت بروفايل قبل كده بتخش للابليكيشن بتاعك السابق، لو انت كمستخدم جديد بتروح عند كلمة تقديم جديد وبتضغط عليها. تمام، عشان تسجل على موقع المنحة. هنا التسجيل بيقول لك لو انت قاعد في السعودية حاليا بتضغط على كلمة نعم، وبتحط الإقامة بتاعتك، تاريخ انتهاء الإقامة. لو انت مش قاعد في السعودية وبره السعودية بتدخل رقم الهوية بتاعتك سواء جواز سفر أو بطاقة شخصية. الجندر بتاعك بتحطه. تمام، بتحط كلمة المرور، تحط البريد الإلكتروني بتاعك، رقم تليفونك، وتأكيد رقم التليفون، وبتضغط على تابع تسجيل، وبقى انت كده عملت بروفايل على موقع المنحة، وبيوصلك على رقم التليفون ده كلمة المرور واسم المستخدم اللي انت تقدر توصل اللي انت تقدر يعني باستخدامهم تخش للابلكيشن. تمام، طيب انت سجلت دلوقتي تعمل ايه؟ ترجع تاني. تمام، هنا
وتضغط على الدخول الى تقديم سابق عشان تخش للابليكيشن بتاعك. خلاص انت عملت اكونت بقى، تمام كده. طيب انت بيوصلك على رقم التليفون بتاعك اللي انت حطيته في التسجيل في الاول، بيوصلك اسم المستخدم وكلمه المرور، فبتحطهم. تمام، فانا مثلا احط اسم المستخدم بتاعي وكلمه المرور. تمام، احط دي هنا وبعدين اضغط على كلمه دخول عشان يدخل للابليكيشن الخاص بيا ونشوف ايه التفاصيل اللي موجوده فيه. تمام كده. طيب ده الابلكيشن بتاعي من جوه، هتشوفه ظهر لك بالشكل ده. اول سيكشن موجود في الابلكيشن حاجه اسمها البيانات، بتضغط عليها. البيانات دي هي بياناتك الشخصيه بقى اللي انت بتكتبها، بتبدا تعبي كل حاجه عنك. تمام، هتلاقي في الجزئيه الاولانيه هنا مطلوب منك تحط اسمك باللغه العربيه زي ما هنشوف دلوقتي، مطلوب في الخانه دي الاسم باللغه العربيه. هنا الاسم باللغة العربية تحطه، اسم الأب باللغة العربية، اسم العائلة باللغة العربية. تمام، تكتب هاتف المنزل بتاعك، رقم الجوال، تكتب الحالة الاجتماعية بتاعتك، هل أنت مثلا عندك إعاقة في أي حاجة من الحاجات دي، في السمع، في البصر، في الحركة. لو ما عندكش بتحط لا على كله. تمام، تاريخ ميلادك، مكان الميلاد فين، الحالة الوظيفية بتاعتك، هل أنت شخص بتشتغل ولا لا تعمل. ده في حالة التواصل مع مثلا، يعني حط بيانات أحد أقاربك سواء والدك، والدتك، صديق ليك، عشان في حالة تعذر الاتصال في بياناتك اللي في الأعلى يتواصلوا مع الشخص ده. هنا بقى بتحط بيانات شهادة الثانوية العامة بتاعتك، أنت واخدها من أي دولة، اسم المدرسة إيه، اتخرجت إمتى أو متوقع تتخرج إمتى. تمام، ونوع الثانوية العامة بتاعتك. تمام، وهنا الدرجة بتاعتك بتحطها من 100. تمام، تكتبها هنا. وهنا بتحط الملفات، هنا بقى صورة الهوية أو صورة جواز سفر بتحطها هنا، صورة الشهادة. تمام، سواء شهادة التخرج بتاعتك أو إثبات القيد، صورة السجل الأكاديمي اللي هي كشف الدرجات بتاعتك. تمام، ودي صورة شهادة الميلاد لو موجودة معاك بتحطها، صورة حسن شهادة حسن السير والسلوك لو موجودة معاك زي ما قلنا قبل كده بتحطها. تمام، وطبعا بيقول لك هل أنت درست قبل كده في جامعة، لو ما درستش بتحط لا على كله. بعدين بتضغط حفظ على البيانات وبتخش بتنتقل بعد كده للسيكشن اللي بعده اللي هو سيكشن بيكون الرغبات. تمام، في سيكشن الرغبات هنا ده انت هتختار في السيكشن ده بقى ايه الكلية اللي انت عايز تنضم ليها. تمام، فهنا انا طبعا كنت اخترت يعني الرغبة وخلاص انا حطيتها، فانت بيبقى متاح ليك تختار بكالوريوس مثلا، بكالوريوس السنة الأولى المشتركة لكلية إدارة الأعمال، بيبقى أنت متاح ليك تختار أنت عايز أي كلية من خلال الرغبات. بتلاقي في الرغبات هنا بيظهر لك كل الكليات، بتقدر تختار الكلية اللي أنت عايزها. تمام، بعد لما بتختار الكلية طبعا متاح ليك تختار رغبة واثنين وثلاثة، ما فيش مشكلة، يعني مش شرط تختار بس كلية واحدة أو رغبة واحدة، ممكن واحدة واثنين وثلاثة عادي. تمام كده، بعد لما بتحط الرغبات خلاص انت كده كملت البيانات وكملت الرغبات، كده خلاص كل الامور تمام، بيكون الابلكيشن بتاعك اتحفظ. تمام، اللي هو حفظ الرغبات بتضغط عليها بيكون الابلكيشن بتاعك اتحفظ. وهنا دي اجراءات القبول، دي كنصايح، الابلكيشن بتاعك خلاص وصل للمنحه وبيقول لك ان هيتم مراجعته، واذا تم قبولك هيتم اعلامك عن طريق الايميل. وبعد كده انت بقى لو تم قبولك من خلال الموقع بتحضر بقى الاوراق في صوره يعني هارد كوبي، تمام، في صوره اوراق، و تبدا بعد كده يوصل خطاب القبول من المنحه او الجامعه، وتبدا تنظم للسفر ان شاء الله. فكده شرحنا المنحه بكل تفاصيلها، منحه ممتازه جدا، مموله بالكامل، فيها كل او معظم التخصصات متاحه، طبعا تخصصات علميه وادبيه، تمويل كبير وضخم، تذاكر طيران سنويا دي طبعا ما بتلاقيهاش في اي منحه، ممكن كمان تستقدم اسرتك معاك للعيش في السعوديه، فمميزات كتير جدا. واخر ميعاد 31 يناير 2021، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعيل جرس القناة عشان يوصلكم المنح فور نزولها. تمام، وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.